بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دلوقتي هنتكلم عن مسألة البلوكينج، بلوكينج والبافرينج. دي بتاعت شابتر البلوكينج والبافرينج، اعتقد شابتر 4. المسألة دي دايما بتيجي بالشكل ده، ما فيهاش اي فكرة. طبعا نشيل السؤال ده. عادي بيقول لك سبوز ان انت عندك 5000 ريكورد، each record 100 بايت، stored في فايل A، وفايل A دوت مش blocked. وهنشرح يعني ايه blocked ومش blocked، ويعني ايه blocking factor، هنشرح الكلام ده كله. المهم ان دي شوية givens كده هو بيداني. طيب نبدأ كده نقول يعني ايه blocking. طيب افترض ان دي memory، دي ميموري، حلو، ودوت بفر. وهنشرح يعني ايه بفر، او ممكن تقول بروجرام. ماشي. طيب وادي هو البفر. نفترض ان الميموري دي فيها كده متقسمة كده، هي طبعا متقسمة مش نفس الشكل ده، حلو. وادي هو البفر برضو نفس شكل الميموري. طيب لما بقول ان الفايل ده unblocked، يعني لما اقول this file is unblocked معناها ايه؟ معناها لو انا عندي في الميموري دلوقتي ريكورد 1، معناها ان دي ميموري. حلو. الميموري دي هنمثلها على انها فايل، الفايل فيه 1000 ريكورد، من اول ريكورد 1 ريكورد 2 لحد ريكورد 1000. حلو. حلو. انا لو دلوقتي عايز اجيب الريكورد اللي هو 1000، تمام، انا محتاج ان انا دلوقتي اكسس على الميموري دي بتاعت الفايل سيكوينشال، يعني بالترتيب. فاخد اول ريكورد، هدخل على اول ريكورد، تاني ريكورد، تالت ريكورد، رابع ريكورد، كل شويه هاخد الريكورد من هنا واحطه. يعني انا كل شويه هاخد ريكورد من هنا واحطه. طب نفترض ان انا عايز ايه، ريكورد 3، تمام، وعايز ريكورد 1، وعايز ريكورد، عايز ريكورد 1 2 3، عايز الثلاثة دول. فأنا هدخل أول مرة أجيب ريكورد 1 وأحطه في البفر. البفر ده اللي هو البرنامج بتاعي مثلا، هنمثلها إنها برنامج، مع إنها مش البرنامج بس ممكن نمثلها إن ده البرنامج اللي فيه بقى الداتا اللي هتظهر. فأنا هاخد ريكورد 1 وهظهره لليوزر، بعد كده أروح أخد ريكورد 2، تمام، وأظهره لليوزر، وأخد ريكورد 3 وأظهره لليوزر. كده أنا عملت حاجة اسمها physical access. physical access يعني ايه؟ physical access يعني انا عمال كل شويه ادخل الميموري بتاعت الكمبيوتر، باخد منها حاجه واطلع احطها في البفر، اخد منها حاجه واطلع منها، اطلع من البفر. فلو انا عندي 1000 ريكورد وانا عايز ال 1000 ريكورد يطلعوا هنا على البفر، فانا هدخل للميموري دي 1000 مره، هدخل لها 1000 تايم. طب يعني انت معلش، هو انت دلوقتي لو فتحت باب الشقه 1000 مره عشان تدخل منه، نفترض اللي انت عندك دولاب. فالدولاب دلوقتي متكون من ايه؟ من درفة، من عدة درف، ومن اوكر، ومن ازاز فيه والكلام ده. لو انت دلوقتي باب الشقة كل شوية تفتحه وتقفله، تدخل فيه كل مرة، تدخل من باب الشقة اوكر، بعد كده بعدها بشوية تفتح باب الشقة تاني، تدخل منه عن طريقه الدرفة، تدخل دولاب، تدخل مش عارف ايه، فالباب هيبوظ. طيب ما تدخل مثلا، لو نفترض ان الدولاب ده متكون من 10 قطع، ما تقول انا هدخل اول 5 مع بعض وبعد كده ادخل 5 تانيين. انت كده بدل ما هتفتح الباب 10 مرات هتفتحه مرتين بس. ودي فكره البلوكينج. فكره البلوكينج نوسع كده للكلام ده. احنا قلنا ديت طبعا ايه، ميموري مكونة من فايل اوف بلوكيد كونتنت، بلوكيد ريكوردز، عظيم. دي طبعا ايه،
file of unlocked records. يعني احنا في الجزئية دي كنا بنتكلم على ايه؟ ده file مش unblocked. طيب هنا هيكون متكون من ايه؟ برضو من ايه؟ من شوية حاجات. الميموري بتاعتنا بتكون متقسمة كده. طيب مش انا دلوقتي قلت لو انا عايز الالف ريكورد دول اظهرهم على البفر، معنى كده ان انا هدخل هنا في الانبلوكد فايل الف مرة. طيب ما انا اقول مثلا انا هاخد 20 ريكورد من هنا، 20 ريكورد من الفايل، واحطهم في صندوق اسميه بلوك، فاقول ان انا بلوك 1 يحتوي على 20 ريكورد، بلوك يعني من 1 ل 20، بلوك 2 يحتوي على 20 ريكورد كمان، يبدا من 20 لحد 40، بلوك مثلا 10 يحتوي على ايه؟ على 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 على, على من 100 مثلا لحد 120 ريكورد، فبالتالي في 20 ريكورد، يعني كل بلوك من دول عدد الريكورد اللي يقدر يشيلها جوه او الصندوق ده يقدر يشيل بالظبط 20 ريكورد. حلو؟ طيب معنى كده اللي انا عايز، طبعا لو قلنا ان بلوك 1 ده بيبدا في ريكورد من اول واحد لحد 20، تمام، وانا عايز اظهر اول 20 ريكورد في الفايل، معنى كده ان انا هاخد بلوك 1 واحطه ايه في البفر هنا، يبقى كده هكتب ايه؟ بلوك 1. يبقى انا كده هدخل مره واحده بس الميموري، اجيب منها بلوك واحد، والبلوك الواحد ده هيتفرد عندي الميموري ليه؟ ل 20 ريكورد. فكده انا هنا لو انا عايز اجيب اول 20 ريكورد في الفايل هدخل 20 مره، هاخد ريكورد 1 احطه في الميموري، بعد كده اروح تاني الميموري اخد منها ريكورد 2 احطه تاني في البفر، اخد ريكورد 3 وبعد كده احطه تاني في البفر، هفضل رايح جاي 20 مره. لكن هنا هاخد بلوك بس، البلوك ده فيه عده ريكورد. البلوك هو ايه؟ هو مجموعه من الريكورد المتخزنه جواه. في حاجه بقى ايه بنسميها البلوكينج فاكتور. البلوكينج فاكتور يعني البلوك يقدر يشيل قد ايه. مش احنا قلنا البلوك ده بلوك نمبر 1 الموجود في الميموري، لو انا لو انا الفايل بتاعي في بيانات العملاء، حلو، فالفايل بتاعي متقسم بلوكس، فاول بلوك هيشيل بيانات اول 1000 عميل، تاني بلوك هيشيل بيانات 1000 عميل تانيين، تالت بلوك هيشيل بيانات 10000 عميل. فالبلوكينج فاكتور هو الرقم اللي هو الالف ده، هو عدد البلوك، هو عدد الريكورد اللي يقدر يشيلها البلوك. فبلوك 1 يقدر يشيل 20000 ريكورد مثلا، فالبلوكينج بتاع فاكتور بتاع البلوك 20000. معنى كده لما يجي يقول لي كلمه بلوكينج فاكتور معناها ايه؟ معناها ان عدد الريكورد اللي تقدر تتخزن جوه الصندوق اللي اسمه بلوك ده 1000 ريكورد مثلا. تمام. يبقى ده ايه؟ ده البلوكينج فاكتور. طيب معنى كده اللي احنا ايه قلنا ايه؟ ان ده البلوكينج فاكتور، وقلنا حوار البلوكس، وقلنا ان دوت الفايل لما بيكون فيه عدد بلوك يكون فايل اوف بلوك ريكوردز بيكون احسن ما يكون فايل اوف ريكورد. ليه؟ لان انا بقلل حاجه اسمها ايه؟ يعني ايه الغرض من حوار اللي انا اخلي الفايل كله يكون عباره عن بلوكس؟ ان انا اقلل الفيزيكال اكسس للميموري. كده لو انا هدخل ميموري 10 مرات عشان اجيب منها 1000 ريكورد، عشان اظهر 1000 ريكورد هنا، فبالنسبه لي ده افضل من ان انا ادخل 1000 مره على الميموري دي اللي فيها unblocked records عشان خاطر اطلع 1000 ريكورد. فمثلها بالدولاب. الدولاب لو انت هتدخله مكون من 10 قطع، فال 10 قطع دول لو انت هتدخلهم قطعه قطعه من باب الشقه، فباب الشقه كل شويه تقعد تقفل وتفتح فيه، فده بتتسمى فيزيكال اكسس، كل شويه تنزل من تحت تجيب من العربيه جزء من الدولاب. طيب ما تقسم الدولاب ده تقول انا هاخد اول 5 قطع هدخلهم مع بعض، فالخمس قطع دول اللي هم البلوكينج فاكتور، فهتدخلهم مع بعض. فانت كده بدل ما هتدخل باب الشقه وتدخل شقتك 10 مرات عشان تطلع ال 10 قطع، انت هتدخل ايه؟ مرتين بس. اول مره تدخل فيها 5 قطع للدولاب، والمره الثانيه تدخل فيها الخمسه الثانيين. طيب ده البلوكينج فاكتور، وده يعني ايه بلوك. هنيجي للسؤال ده. السؤال ده بيقول ايه؟ سبوز اللي انت عندك 5000 ريكورد. مساله زي دي كده بيكون عندي الجيفن،
اول حاجه بعملها بعمل تيبل، تمام؟ هنا بقول له ان ده جزء A وده جزء B، تمام؟ لان هو قال لك ايه، انت عندك ميموري، تمام؟ الميموري دي يعني لو جينا هنتكلم هنا قال لك ايه، قال لك انت عندك ميموري فيها 5000 ريكورد، يعني انت كده عندك فايل فيه 5000 ريكورد. حلو، فكده اول جيفن عندك هتقول له النمبر اوف ريكوردز اللي موجوده في A والنمبر اوف ريكوردز اللي في B عباره عن 5000 A، وما تنساش التمييز ريكورد، وهنا 5000 ريكورد. قال لك each 100 بايت، دي ما تكتبهاش، ما لهاش اي 60 لازمه. هنا فايل ايه؟ فايل ايه بقى ده ايه؟ unblocked، يعني فايل ايه دوت مش متقسم بلوكس بالطريقه اللي احنا قلنا عليها. امال ايه؟ بيقول لك ان 1 ريكورد بير بلوك، يعني من الاخر كده لو احنا هنقول ان فايل ايه متقسم بلوكس، لو هنفترض افتراض، وطبعا الافتراض ده خطا، بس هنقول ان الفايل ده متقسم بلوكس، هنقول ان فايل ايه مثلا، ده مثلا فايل ايه متخزن فيه بلوكس، في كده مع عباره عن فايل اوف بلوكس. حلو، فبيقول لك ايه ان البلوكينج فاكتور، يعني دي الجمله دي كده يقصد بيها ان البلوكينج فاكتور 1 ريكورد بالبلوك، يعني كانه هنا بيقول لك ان بلوك رقم واحد هنا يقدر يشيل 1 ريكورد، فانت كده هيكون عندك ايه 5000 بلوك. يعني من الاخر حابب يجيبها لك بطريقه غير مباشره ان الفايل ده فيه 5000 ريكورد وما يعادل 5000 بلوك، لان البلوك هنا بيشيل 1 ريكورد، فكانك هنا كانه فايل اوف ريكورد مش فايل اوف بلوكس، وكده يعني ما لهاش لازمه ان هو يستخدم البلوك. طيب قال لك فبالتالي انت فين يا ربي؟ فبالتالي هنا هتقول له ايه؟ البلوكينج فاكتور، بلوكينج فاكتور اللي احنا قلنا البلوك يقدر يشيل كام ريكورد، هنا هتقول له 1 بس، هو هنا يقدر يشيل 1. طيب فايل بي البلوكينج فاكتور بتاعه 100، يعني البلوك الواحد يقدر يشيل 100 ريكورد. يعني انا دلوقتي هنا في لو جينا هنا قلنا ان ده فايل بي، ده بي، فده عنده كده حاجة قال لك البلوك واحد بلوك يحتوي على كام؟ يحتوي على 100 ريكورد. معنى كده لو انا افترضت ان هما بقى ترتيبهم من 1 لـ 100 to 100، فانا لو عايز اول 100 ريكورد من الميموري فانا محتاج اعمل ايه؟ ايوه اخد بلوك رقم واحد بس كده من الميموري دي، فاهمني؟ واظهرها على البفر، فانا مش محتاج غير 1 بلوك بس اللي انا اخده، يبقى ال 1 بلوك، يبقى البلوك الواحد يقدر يشيل 100 ريكورد، تمام؟ تمام، يبقى ده البلوكينج فاكتور. البلوكينج فاكتور البلوك الواحد القطعه او الصندوق يقدر يشيل كام ريكورد، تمام؟ تمام. بيقول ايه بقى؟ بيقول سبوز ان دي كان بي ترانسفيرد في 0.006 ملي سكند. ايه الجمله دي؟ في حاجه اسمها ترانسفير تايم. ترانسفير تايم طبعا الكلام ده هيتشرح في درس الهارد ديسك، شابتر الهارد ديسك، مساله الهارد ديسك. يعني بيقول لك ايه الترانسفير تايم؟ هو ايه ترانسفير تايم؟ ده حاجه اسمها الاكشوال تايم اللي انت بتحتاجه ايه تو جيت ذا داتا. يعني من الاخر عشان اوصل للداتا اللي على الكمبيوتر، كاني بقول لك ايه، انت عشان توصل للملف اللي اسمه salary.txt اللي موجود على الفولدر الفلاني، فالترانسفير تايم او الاكشوال تايم الوقت الحقيقي اللي انت هتستغرقه عشان تجيب الفايل هو 1 ملي سكند. فهنا بيقول لك ايه، لو انت هتعمل
ان انت تشوف واحد ريكورد، واحد ريكورد من الميموري من الفايل ده. يعني لو انا دلوقتي اهو، لو انا دلوقتي عايز اقرا الريكورد ده، فالريكورد ده عشان اقراه وان ريكورد من الجزئيه ديت وان ريكورد من هنا، الريكورد هنا هقراه في 0.006 ملي سكند. يبقى ده حاجه اسمها ترانسفير تايم. يبقى الترانسفير تايم هيكون هنا 0.06 ملي سكند، وهنا برضو 0.06 ملي سكند. يعني بيقول لك انت تقدر تقرا ريكورد واحد بس، بغض النظر بقى الفايل ده بلوكد ولا مش بلوكد، الريكورد الواحد تقدر تقراه في 0.06 ملي سكند. طبعا الكلام ده كله جيفن. طيب الاوفر هيد تايم، الاوفر هيد تايم يعني ايه؟ اوفر هيد تايم بير بلوك، اوفر هيد يعني سيك ولاتنسي. برضو الكلام ده هيتقال في الهارد ديسك، بس السيك اللي هو التايم المستغرق عشان خاطر توصل لحاجة اسمها سلندر، حركة ميكانيكية بيعملها الهارد ديسك عشان يوصل على حاجة اسمها سلندر. طبعا ده هيتقال تاني في الهارد ديسك فما فيش مشكلة. والليتنسي تايم ده الوقت اللي هو بيستغرقه عشان يوصل للسيكتور. السيكتور ده عبارة عن بارت او جزء من التراكس، من مجموعة من التراكس متخزن عليه داتا، فده الوقت اللي بيستغرقه عشان يروح للسيكتور الصح اللي عليه الداتا. فبيقول ان انا دلوقتي لو انت عندك، بغض النظر بقى انت عندك الفايل بتاعك ده فايل اوف ريكورد او فايل اوف بلوكس، فانت لو انت هتعمل فالسيك تايم والليتنس تايم اللي هو عبارة عن اوفر هيد تايم بير بلوك للبلوك الواحد بيساوي هو هنا كاتبها 40 ملي سكند، 40 ملي سكند تمام. فانت دلوقتي عشان يعمل حوار السيك والليتنسي التايم بتاعهم للبلوك الواحد 40 ملي سكند. طب ما هنا احنا قلنا هنا البلوك برضو، هنا برضو ده يعتبر بلوك واحد، فاهم؟ بغض النظر ان البلوك ده يقدر يشيل 1 ريكورد والبلوك اللي هنا يقدر يشيل 100 ريكورد في بي وهنا في A، بس في كلتا الاحوال البلوك هنا والبلوك هنا الاوفر هيد تايم بتاعه 40 ملي سكند، يعني التوقيت اللي هو بيستغرقه عشان يعمل الحركات الميكانيكيه على الايه؟ على الهارد ديسك. فكل ده جيفن 40 ملي سكند وهنا 40 ملي سكند. طيب انا بقى كده كتبت الجيفن، انا عندي اربع حاجات لازم استنتجها، أربعة أو ثلاثة هنشوفهم دلوقتي هيطلعوا إزاي. أول حاجة اسمها إيه؟ الـ number of blocks. مش أنا قلت دلوقتي إن أنا عندي البلوك الواحد يقدر يشيل 1 ريكورد، وعندي الـ total number of records 5000، معنى كده إن أنا لو أنا عايز أحسب عدد البلوكس اللي أنا هستخدمها، يعني أنا دلوقتي بقول لك إيه؟ بقول لك والله انا عندي 10 شنط، حلو، او مثلا انا عندي توتال 100 تفاحه مثلا، حلو، ال 100 تفاحه دول عندي الشنطه الواحده تقدر تشيل تفاحه واحده، يعني لو انا عندي شنطه فالشنطه السايز بتاعها انها تستحمل تفاحه واحده. احسب لي عدد الشنط اللي تقدر تستخدمها عشان تخزن فيها كام؟ ال 100 تفاح. فانت هتقسم التوتال نمبر اوف بتاع التفاح تقسمه على ايه؟ على عدد على 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 السايز بتاع الشنطه اللي هتاخد ايه؟ فالسايز بتاع الشنطه تقدر تشيل كام تفاح؟ تقدر تشيل تفاحه واحده. انا كده اللي انت تفاحه واحده تقدر تتشال في الشنطه وانت عندك 100 تفاحه، معنى كده هتحط انا عايز كام شنطه؟ 100 شنطه، ما فيهاش ذكاء خالص. طيب هو هنا ديت معناها ايه؟ معناها ان احنا هنقول له النمبر اوف، ده هنستك هنكتب القانون، لازم نكتب القانون، النمبر اوف ريكورد اور البلوكينج فاكتور هيساوي 5000 على 1، يعني 5000 بلوك. معنى كده ان انا هنا هيكون عندي 5000 بلوك زي ما اتفقنا. اللي انا ايه؟ طبعا هنا نفس الوضع، النمبر اوف ريكورد اوفر بلوكينج فاكتور هيساوي 5000 على 100 على 100 هيطلعوا دا دا دا. انا طبعا عارف ان في ناس دلوقتي حسبتها بدماغها، هيبقى 50 بلوك.
معنى كده لو جيت قلت لك طيب الشنطه بتاعتي انا عندي دلوقتي ال 100 تفاحه دول، الشنطه الواحده تقدر تشيل فيها 5 تفاحات، احسب لي عدد الشنط. يبقى هتقسم التوتال نمبر اوف ابلز على ايه؟ على السايز اللي تقدر تاخده ايه؟ الشنطه الواحده اللي هو 5 تفاحات، يعني 100 تفاحه على 5، معنى كده ان انت محتاج 20 شنطه عشان تخزن فيهم 100 تفاحه. عظيم عظيم. ده النمبر اوف بلوك، ده اول مطلوب انت بتجيبه. طيب مش احنا حسبنا ده ترانسفير تايم؟ طبعا ما ننساش ان ده ترانسفير تايم بير ريكورد، ده بير ريكورد، ترانسفير تايم بير ريكورد. فالريكورد الواحد قلنا يتنقل في 0.06 بغض النظر فايل ده فايل اوف بلوكس او فايل اوف ريكورد. طيب انا محتاج احسب حاجه اسمها ايه؟ ترانسفير تايم بير بلوك. احنا حاسبين اللي هو بالريكورد او هو اوريدي جيفن، بلاش نكذب يعني. طيب البير ريكورد بير بلوك ده هيتحسب ازاي؟ ما انا بقول لك ان انت دلوقتي عشان تنقل ريكورد واحد فانت هتاخد 5 ثواني. فكر كده فيها منطقيا، عشان تنقل ريكورد واحد محتاج 5 ثواني، عشان تنقل 50 ريكورد، او عشان تنقل لو انت دلوقتي عندك ايه؟ عندك دلوقتي بقول لك انت عندك عندك يعني تنقل الريكورد الواحد في 5 ثواني. حلو. طيب وانت البلوك بتاعك بيتشال فيه 200 مثلا ريكورد، 200 تفاح. يعني خلينا نقول مثال اوضح، بلوك هنقول ان البلوك ده هنمثلها بالتفاح برضو، ان انا حابب التفاح اليومين دول الصراحه. البلوك الواحد يقدر يشيل 20 تفاحه. حلو. انت قلت لي التفاحه الواحده عشان تتنقل للبفر اللي في الميموري لازم تاخد 0.06 ملي سكند، تمام؟ طيب انا عايز احسب الترانسفير تايم، معدل نقل البيانات بتاع ايه للبلوك الواحد. فالبلوك بيتكون من كام؟ من 50 تفاحه. فهضرب ال 50 تفاحه اللي هو السايز بتاع البلوك، هضربه في ايه؟ هضربه في الترانسفير تايم بير ريكورد اور بير ابل، تمام؟ يبقى دي المفروض القانون بتاعها ايه؟ ترانسفير تايم بير ريكورد مضروبه في البلوكينج فاكتور هتيكوال كام؟ 0.06 مضروبه في البلوكينج فاكتور اللي هو بي 1، فبالتالي هتطلع 0.06 ملي سكند، والوحدات مهمه. وهنا ايه؟ نفس الوضع، ترانسفير تايم بير ريكورد مضروبه في البلوكينج فاكتور، دي هتيكوال 0.06 مضروبه في البلوكينج فاكتور اللي هو ب 100. يبقى طبعا في ناس حسبتها بدماغه، في ناس بتقول لك هو مش عارف يحسبها بدماغه، لا طبعا مش حابب، 0.6 ملي سكند، تمام؟ طيب احنا كده عملنا ايه؟ ده القانون ودي الاجابه. طيب يعني احنا قلنا دلوقتي ان البلوك، انا بتكلم على بلوك واحد مش بتكلم على فايل اوف بلوكس، مش بتكلم يعني انا دلوقتي قاعد بعبر عن البلوك ده، تمام؟ يعني لو جينا قلنا اهو ان البلوك ده بيشيل 50 تفاحه، 50 ابل، ماشي؟ طيب ال 50 دول الواحده بتتنقل في قد ايه؟ في 5 ثواني مثلا، تمام؟ فانا دلوقتي عاوز احسب البلوك اللي فيه 50 تفاحه، البلوك ده ذات نفسه يتنقل الداتا اللي جواه في قد ايه؟ فهضرب ال 50 تفاحه في ايه؟ في 5 ثواني، اللي هو البلوكينج فاكتور اللي هو البلوك سايز يعني. طيب احنا كل ده بنشتغل على البلوك بس، بلوكايه واحده. طيب انا عايز احسب دلوقتي حاجه ايه؟ عايز احسب حاجه اسمها اكسس تايم بير بلوك. الاكسس تايم بير بلوك يعني ايه اكسس تايم؟ الاكسس تايم هو مجموع الاوفر هيد والترانسفير، يعني القانون بتاعه اوفر هيد تايم بلس ترانسفير تايم. طيب طبعا هنا بس ناخد القانون كوبي
طيب يعني ايه اوفر هيد؟ الاوفر هيد طبعا يعني اكسس تايم ده التوتال تايم اللي يعني التايم كله بقى اللي هيستغرق واللي هيتاخد عقبال لما اوصل للداتا اللي في الميموري واحطها على البفر واعمل فيها اللي انا عايزه، او ممكن تمثلها اللي هو التوتال تايم اللي انا هاخده عقبال بقى لما اجيب التفاح من عند الفاكهاني وبعد كده اطلع اغسله عشان اكله. يعني ده التايم بتاع الليله دي كلها من اولها لاخرها. فاحنا حاليا هنحسب التايم بتاع ايه؟ احنا حتى الان جايبين الاكس تايم بتاع البلوك وجايبين الاوفر هيد بتاع ايه؟ بتاع البلوك. فانا بالتالي هجمع الاثنين دول مع بعض عشان اجيب اكسس تايم بير بلوك. تمام. طيب اوبنت او 6 بلس ترانسفير تايم فين الاوفر هيد؟ اوفر هيد 40 40.06 ملي سكند. طيب وهنا 0.6 بلس 40 هيساوي 40.6 ملي سكند. طيب نفس القانون بالملي، بس طبعا هنا بير بلوك وهنا ترانسفير تايم بير بلوك. طبعا مش ده القانون، ها عشان بس نشطب القانون ده كده، القانون ده اتنقل كوبي غلط. طيب انا كل ده شغال على بلوك واحد، يعني انا دلوقتي افترضت ان انا قاعد بنقل بلوك واحد، يعني افترضت ان الفايل اللي اسمه بي فيه بلوك واحد. طيب افرض دلوقتي هو فيه مثلا بلوك اتنين، فيه مثلا لغاية 2000 بلوك، لغاية بلوك رقم 1000. طيب انا عايز احسب الفايل ده كله، الاكسس تايم الليله بتاعت التايم. يعني انا دلوقتي نفترض ان انت الفكهاني عنده صندوق تفاح، حلو، في صندوق تفاح فيه 1000 تفاحه، يعني بلوك رقم واحد فيه 1000 تفاح. في عربيه بتنزل له التفاح، العربيه دي متكونه من ايه؟ من 10 صناديق تفاح، حلو. فانت بتقول والله الفكهاني ده هينزل لي صندوق التفاح في 10 ثواني. انا عايز احسب بقى ايه الليله بقى كلها بتاعت الفكهاني، بتاعت العربيه اللي هتنزل الفكهاني اللي فيها 10 صناديق، هتنزل لي 10 صناديق في الصناديق دول في قد ايه؟ احنا قلنا الصندوق الواحد بينزل في 10 ثواني، فال10 صناديق هينزلوا في قد ايه؟ 10 في 10 هتضرب عدد الصناديق اللي معاك، تمام، عدد الصناديق اللي معاك في الايه، في التايم بتاع صندوق واحد. وده اللي احنا بنعمله، بنقول له ايه؟ بنقول له والله النمبر اوف بلوكس اللي هو يعتبر عدد الصناديق مضروبه في ايه؟ في الاكسس تايم بير بلوك اللي هو ايه؟ التايم بتاع ايه؟ بتاع نقل صندوق تفاح بس. فانت التوتال نمبر اهو 5000 في ايه؟ 4.06 هيطلع لك 5000 في 40 هتطلع لك الرقم الغريب ده ملي سكند. طبعا انت عايز تصغره ان انت كده حسيت بقرف، يعني الرقم كبير، فهتقول له هتقسم على 1000، هتقسم على 1000 عشان تحوله ايه لسكند، فهتقسم على 1000 على 1000 هيطلع لك 200.03 سكند. طيب نفس الحوار نفس القوانين هنا بالملي، عوض بقى طبعا نشطب الارقام دي. هتقول له النمبر اوف بلوك هنا كام؟ 50، حلو، فهتقول له 50 مضروبه في كام؟ 40.6 هتساوي في 40.6 هتطلع لك 20-30 ملي سكند، هتقسمها على 1000 هتقول له 20-30 اوفر 1000 هتساوي 2.03 سكند. فانت كده اديك شفت ايه؟ اديك شفت اللي انا دلوقتي لو الفايل بتاعي هيكون عبارة عن مجموعة من البلوك، مجموعة من البلوك زي اللي احنا كنا شرحناه، لو بلوك كده وكل بلوك بياخد 100 ريكورد، ده الداتا اللي فيه كلها لو انا هاكسس عليها هاخد 2.03 سكند. طيب الفايل ده اللي هو فيه بلوك بس البلوك الواحد بيقدر يشيل 1 ريكورد بس، فبالتالي عدد الريكورد هنا زاد بقى 5000 وعدد البلوك هنا
لو انا همشي كده من المنتج يبقى ده كان 50 ريكورد 50 بلوك. انا مش عارف اظهرها قوي بس هنا 50 تمام. يعني انا دلوقتي هنا البلوك بتاعي هنا بيشيل 1 ريكورد وانا عندي 5000 ريكورد، معنى كده ان انا هيكون عندي 5000 بلوك فهفتح 5000 بلوك. لكن انا عندي هنا البلوك الواحد بيشيل 100 ريكورد، فانا عندي هيكون عندي بتاع 50 بلوك بس، كل واحد فيه 100 ف 100 في 50 ب 5000. فكده انا دول هاكسس عليهم كلهم في 2.03 سكند. طب هنا عشان اكسس على البلوكس دي كلها 5000 بلوك، شوف بقى هنا 5000 بلوك وهنا 50، يعني لكن تخيل بقى الاكسس تايم هيكون عامل ازاي. فهنا اكسس عليهم في 200 ثانيه، فهنا هدخل على الملف ده 5000 مره لمده 200 ثانيه، هنا هدخل على الفايل ده 50 مره لمده ثانيتين يعتبر، فانهي الافضل؟ الافضل ده. فالمفروض الانالايز يور انسر، يعني هنا بيقول لك ايه كالكيوليت ذا توتال تايم، وبعد كده المفروض بيقول لك هنا انالايز يور انسر. المفروض هنا بتقول له ايه؟ هتقول له المفروض كده تقول له ان التايم، لو انا هكون الفايل بتاعي ده هيكون فايل، هتقول له مثلا ايه؟ هتقول له ان الاكسس تايم بير فايل الفايل 200.3 سكند، وتقال له وتقول له ان الاكسس تايم بير فايل اوف، طبعا هنا فايل بير فايل اوف ايه؟ فايل اوف ايه؟ اوف ريكوردز، وهنا فايل ايه؟ اوف ايه؟ اوف بلوكس، هيكوال 2.03 سكند. هتقول له ايه؟ هتقول له ان مثلا ان كده we have reduced total physical access to the file and reduced total access time. انت قللت الاكسس تايم من 200 ثانيه لثانيتين، وقللت عدد مرات الدخول للفايل من 5000 ل 50 بلوك. هي دي الترجمه بتاعت الجزئيه دي كده، تمام كده. فدي مساله البلوكينج، وطبعا دي مساله مضمونه ودي القوانين، وان شاء الله الفايل ده انا هحطه على الايه على الجروب. شكرا.